مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير لكل امرأة تثابر من أجل الوصول إلى أهدافها. مساء الخير ماتيلدا. مساء الخير نيرفانا، مساء الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا الليلة. نحن الليلة بحلقة خاصة، حلقة ستتناول أهم 100 امرأة اختارتها مجلة السي اي او لحتى يكونوا مرشحين لأقوى أسماء لعام 2012. الليلة حلقة مميزة، رح يكون عندنا محاور عديدة بهالحلقة. خلينا نشوف محاورنا ونعود إلى الاستوديو. تجربة المرض أولاً علمتني الصبر والرغبة في المقاومة. يعني إنسان وصل إلى درجة الموت وعادت إليه الحياة مرة أخرى بفضل تضحية أمي ووالدي. عايزة الشباب اللي أمنوا بالحرية يكملوا مشوارهم من أجل مسيرة الحرية والكرامة في هذا الوطن. تصدرت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في الإمارات قائمة مجلة سي اي او الشقيقة لمجلة Arabian Business لأقوى 100 امرأة، وجاءت اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام في المرتبة الثانية. ومن بين الشخصيات العامة الأخرى البارزة التي دخلت إلى القائمة الأميرة أميرة الطويل وأسماء عديدة أخرى. هذه القائمة تؤكد أن المرأة لعبت أدواراً عديدة عام 2012، فهي قد أثبتت أنها سيدة أعمال بامتياز، لأن 14% من هذه القائمة سيدات في مجال الأعمال. أحد الأشخاص عرف أنه حضرتك رح تكوني ضيفة معي، قال لي ست دي عايزة إيه؟ عايزة إيه؟ يعني بيعتبرك مشاكسة وحاملة القضية. نحن منقول في اللبناني سلم بالعرض، يعني كتير مهتمة بالقضايا، بتعرضي حياتك للخطر، توقفي بوجه الإسلاميين، تناضلين من أجل الفساد. أنا عايزة أسميهم يا ماتيلدا اليمين المتطرف. طيب بس أنا عايزين نبطل نعم. لأنه هم عار على الإسلام. سيد بوسينة، أريد أن أجير هذا السؤال، أنت عايزة إيه اليوم؟ بوسينة مش عايزة حاجة. لبوسينة، بوسينة عايزة لمريم بنتها إنها لما تذاكر كويس ولما تتحقق وتعمل مجهود يكون عندها وطن، إنه يكون من حقها يعني لو هي جديرة كل المناصب ما يكونش ممنوع عليها أي حاجة لمجرد إنها ست. فتاة أو امرأة. الآن عمري حالياً 14 سنة، بس لا زلت لا أشعر أنني طفلة. أول ما أخذتني لحجة كنت منصدمة، في نفس الوقت انصدمت لأني ما كنت عارفة وين بياخذوني. تزوجوني وأنا بلعب في الشارع. كلمت أهلي مش ترجع. أبي طبعاً في نفس الوقت قال لي لا، أنت الآن تزوجتي ولازم أنت ترجعين معهم حجة. طبعاً أمي اللي كلمت أبي قالت حرام، بنتك عادي صغيرة وعادي بتدرس عادي بتلعب مع أصحابها. طبعاً قال لها أنت ما تدخليش. الرجال يعني اليوم أصبحوا يشعرون بالغيرة، لأن المرأة متواجدة في كل مكان، تشارك في المظاهرات، متواجدة ولكن ما قدرت توصل إلى نفس المستوى. همشوها في صناعة الدساتير، همشوها في الأنظمة الجديدة. صنعت الثورة وذهبت إلى المنزل. يتكلمون اليوم عن دورة الأساسية اللي هو الأطفال والمنزل. لا أعتقد أن المرأة يعني قبلت هذا الوضع، ما زلنا يعني نحاول الوصول إلى الحرية.